فنترك العربي السمح منطقه إلى دخيل من الألفاظ مغتربي، نطير لللفظ نستجديه من بلد نائم وأمثاله منا على كتبي. أحسن. أرجوك يا آنسة قواعد، أمسي سد باب الرزق علي ذلك النحات المحترم، واليوم كما ترين جاء هذا الفصيح الموقر فنصب منبره أمام باب دكاني. أيستأسدون علي دون سواي لأنني فلان نكرة؟ لا ضير عليك يا سيدي، دعه يخطب وأنا أنفعك. هات شيئا من بضائعك لأشتري. صحيح، ماذا تريد؟ يا أخي ابتع منه أي شيء، المهم أن تنتفع منه، عده واحدا من السواح الأجانب. لا تغلط يا سيد، فالسائح لا يجمع على سواح، والفصيح أن تجمع السائح على سياح، لأنه يأتي من ساحة يسيح، قال تعالى فسيحوا في الأرض. حسن يا سيدي، سأجمع السائح على سياح. ويصح أن تجمع السائح جمع مذكر سالما، فتقول سائح سائحون، كما جاء في الذكر الحكيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. فهل تعرف ما معنى السائحين هنا؟ لا والله. السائحون هنا جمع سائح وهو الصائم. شكرا يا سيدي على ما أفدت، ولكن اشتري مني هذه الشنطة يا سيدي. أرأيتم؟ يسمون ما تحمل فيه الثياب عند السفر شنطة، والصواب إنها حقيبة. الأصح فيها أن يقول الصواب أنها حقيبة بفتح الهمزة. وتجمع على حقائب أو عيبة، وتجمع على عياب، قال الشاعر يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب. فلتسقط الشنطة. تسقط.